كان الهجوم على ميناء بيرل هاربر البداية فقط. في الأسابيع التالية لهجوم اليابان المفاجئ، صدم الحلفاء بالمزيد من الضربات، كموجة مرعبة تجتاز المحيط الهادئ، مخلفة أثراً مأساوياً في قاع البحر. تخيلوا أن نفرغ المحيط، نجففه من المياه لنكشف أسرار قاع البحر. الآن يمكننا ذلك بالبيانات الدقيقة والتقنيات المدهشة. سنسلط الضوء ثانية على عالم ضائع. في هذه الحلقة، هل سيكشف الحطام في بحر الصين الجنوبي عن العبقرية التقنية للبحرية اليابانية؟ بضربة واحدة انهار نصف نظام السفينة بشكل كامل. ما هو السلاح السري الذي أغرق هذه السفينة؟ في الحقيقة لن تتجنب شيئاً لا تراه. ولما قل نشاط الميناء الأسترالي وأصبح كميناء بيرل هاربر آخر؟ في ديسمبر عام 1941 كانت إمبراطورية اليابان تتقدم. سيطرت على أجزاء من الصين، والآن تستهدف المناطق الأبعد وتخوض صراعاً مع أمريكا وحلفائها. يتضمن بريطانيا العظمى. من حصن سنغافورة سيطرت البحرية الملكية على بحر الصين الجنوبي. هل ستكشف آثار سفينة حربية مدى إساءة تقدير البريطانيين لقوة عدوهم الجديد؟ بعد الهجوم على ميناء بيرل هاربر، قلق ويستون تشرشل من مهاجمة اليابان للهند الشرقية الهولندية والملايا البريطانية. فالمنطقتان غنيتان بموارد تحتاجها اليابان، وخصوصاً النفط. فحشدت القوات البحرية الملكية مجموعة من 6 سفن حربية وسمتها فورس زد. مهمتها التوجه لشمال شرق سنغافورة للبحث عن الغزاة اليابانيين. قادت الموكب سفينة حربية جديدة هي HMS Prince of Wales. اعتقد تشرشل أن وجودها وحده سيكفي لردع العدو. كانت برينس أوف ويلز سفينة حربية حديثة ومحمية. كانت السفينة منيعة بدرعها ضد أي هجوم. جسدت السفينة سلطة البلاد البحرية وعظمتها. إذا رأيتم برينس أوف ويلز قادمة فإنكم في ورطة. أسلحتها الرئيسة من عيار 35 سنتيمتراً، بالإضافة إلى 16 سلاحاً ثانوياً، ولقدرتها على مجابهة الطائرات، كانت السفينة فتاكة للأهداف في البحر وعلى البر وفي الجو، وكانت محمية بدروع تحمي ظهرها وحزام يحيط بهيكلها، سماكته 38 سنتيمتراً. كان موكب فورس زد يبعد 80 كيلومتراً شرق الملايا البريطانية عند أول مواجهة مع الوحدات البحرية اليابانية. في ظهيرة اليوم التالي، غرقت سفينة برنس أوف ويلز إلى قاع بحر الصين الجنوبي، وانتهت سيطرة البريطانيين على هذه المياه. بعدها بعقود، كان الغواص رود ماكدونالد جزءاً من بعثة عسكرية للبحث عما حدث. يقتضي دوري على اكتشاف سبب غرق هذا الحطام، فكانت السفينة حربية حديثة الطراز. مكان الحطام معروف جيداً،
لكن لم تعرف حالتها بالتفاصيل الدقيقة من قبل. على عمق أكثر من 60 متراً تستلقي سفينة برنس أوف ويلز بصمت على قاع البحر. بعض أجزائها تضررت للغاية، مشط الغواصون الحطام لأسابيع وجمعوا البيانات. وبينما يتم تفريغ المياه، يتسلط الضوء لأول مرة خلال 80 سنة على سفينة برنس أوف ويلز. إنها سليمة تقريباً، لكن جانبها الأيمن مثقوب بثلاثة ثقوب كبيرة. من موقعها تحت خط المياه تبدو الثقوب كضربات توربيد. في مكان آخر ثمة تفاصيل أكثر عن معركتها الأخيرة. أبراج إطلاق النار الموجودة على الميمنة كلها موجهة نحو الأسفل. حين دافع البحارة عن سفينتهم، علام صوابوا. قد نجد الجواب في سفينة أخرى، هي USS North Carolina، وهي سفينة حربية بمواصفات مماثلة. نجت في مواجهتها المميتة مع اليابانيين، ويعتقد المؤرخ أنتوني تولي أن لهذه السفينة علاقة بغرق قريبتها لبريطانيا. في سفينة نورث كارولينا 38 سلاحاً من عيار 12 سنتيمتراً، وفي برنس أوف ويلز 8 أسلحة من عيار 12 سنتيمتراً. لم تكن مرفوعة هكذا، بل كانت موجهة نحو الأسفل هكذا. لن تضرب الأسلحة الموجهة نحو الأسفل سفناً بعيدة، كما أنها ليست مصممة للقضاء على الغواصات. يعتقد تولي أنها تعرضت لهجوم جوي. قاموا بتعقب الطائرات اليابانية لأنها هاجمت من مستوى أعلى، فأرغموها على الانخفاض ليضربوها. الأسلحة من عيار 13 سنتيمتراً تعد هائلة ضد الطائرات، لكن الهيكل المدرع هو وسيلة الدفاع النهائية، وهو منيع ضد قذائف التوربيد. سفينة برنس أوف ويلز تستطيع صد هجوم كهذا. كانت الأسلحة الكبيرة للسفينة الشيء الوحيد الذي يمكنه القضاء على سفينة حربية أخرى. على الرغم من وسائل الحماية، تمكن اليابانيون من اختراقها. يكشف الحطام المزيد من الأدلة، وتكشف الفتوحات أن أياً كان ما ضرب الهيكل فقد تسبب بالضرر، وهو أكبر من ذلك الذي يسببه توربيد عادي. ذلك يعني شيئاً واحداً، سلاح ياباني عجيب. إنه التوربيد من نوع 91. يمكنه اختراق السطح ويستطيع الدخول في اتجاه لا ترغبون في أن يتجه إليه. فقد توصل اليابانيون إلى حل لعيوبه. استخدم الجيش الياباني هذا التوربيد المدمر لأول مرة قبل أيام فقط على ميناء بيرل هاربر. كانت مفاجأة سيئة للحلفاء، فكان الرأس الحربي أقوى بكثير من قذائف التوربيد الحديثة الأخرى.
كان بإمكاني إطلاقه على ارتفاع أعلى ولمسافة أبعد من الهدف وبسرعة أكبر. هذه الابتكارات جعلته نسخة ثورية من التوربيد الجوي. التوربيد من نوع 91 ثوري بكل تأكيد. في مقدمته رأس حربي يحمل متفجرات تبلغ 990 كيلوغراماً، كما تقوده في المياه مثبتات خشبية على ذيله. عند الدخول تنطلق الزعانف، ثم يمنع متر داخلي القذيفة من الابتعاد عن هدفها على عمق ثابت يبلغ 6 أمتار تحت سطح الماء. لكن لو كان التوربيد على هذا العمق لضارب السفينة في الحزام المدرع مباشرة. لو ضربت هذه القذائف الحزام المدرع لنجت السفينة دون أي ألم، لكن الضرر في الحطام موجود تحت الدرع بكثير. إنه في المنطقة السفلية الضعيفة للسفينة، فكيف ضرب التوربيد الياباني منطقة منخفضة جداً؟ غرقت السفينة الحربية برنس أوف ويلز بينما كانت تسير في بحر الصين الجنوبي. اخترقت القذائف اليابانية المصممة لتضرب بدقة على عمق 6 أمتار السفينة الحربية، لكن من المفترض أن هيكلها غير قابل للاختراق. عند النظر إلى الحطام المتبقي يظهر ضرر الهيكل أن التوربيد قد ضرب الميمنة 3 مرات خارج حزام الحماية المدرع ومن منطقة أعمق من منطقة التشغيل العادية للتوربيد. وبالقرب من مؤخرة السفينة يساراً يوجد ثقب آخر. هل يفسر هذا ما حدث للسفينة؟ جذب الضرر عند مؤخرة السفينة انتباه المؤرخ البحري أنتوني تولي. إنه على متن سفينة نورث كارولينا، وهي سفينة مشابهة لسفينة برنس أوف ويلز. هذا هو عمود الإدارة وهو يدور بشكل جنوني، وبسبب ضربة التوربيد تشكل لدينا عمود محني يدور دون اتساق هكذا. هذا العمود تسبب بسلسلة ردود فعل خطيرة. هيكل السفينة يقسم إلى أقسام تعرف بالحواجز، والتي تزيد من قوة السفينة وتغلق لتحتوي المياه إذا حدث طوفان، فتسمح للسفينة بتلقي الضربة والبقاء عائمة. داخل الحواجز توجد عواميد إدارة السفينة الأربعة، فإذا تضرر أحدها واستمر بالدوران سيمزق سدادات الحواجز على طوله، وسيسمح للمياه بأن تغمر غرفة المحرك في أعماق مركز السفينة. إن هذه المساحة المغلقة الواسعة كلها ستمتلئ بالمياه. تسرب القليل من المياه إلى السفينة سيخل بتوازنها. إذا جعل الطوفان السفينة تميل، فسيخرج الحزام المدرع من المياه وسيعرض جزء الهيكل الضعيف لمزيد من ضربات التوربيد. لو كانت السفينة متوازنة لضرب التوربيد الحزام المدرع دون أي ضرر. باستخدام الأدلة يمكننا الآن استرجاع ما يرجح أنه قد حدث. أواخر الصباح رصدت طائرة معادية موكب فورزيد، فعاد باتجاه سنغافورة، فأصبح الصياد فريسة. فقامت قاذفات القنابل اليابانية برصد الأسطول البريطاني. أخفضت برنس أوف ويلز أسلحتها المضادة للطيران وفتحت النيران على العدو. قاذفة قنابل شنت هجومها بتوربيدها المميت من نوع 91، فأصاب سفينة برنس أوف ويلز بالقرب من عمود الإدارة. من المستحيل حماية أعمدة الإدارة في السفينة الحربية.
بدأت السفينة تميل، وارتفع القسم المدرع كاشفاً عن الهيكل غير المحمي أمام قذائف التوربيد. كانت هدفاً سهلاً. أصاب 3 قذائف توربيد أخرى السفينة عند الميمنة تحت الصفيحة المدرعة. غارقت سفينة حربية حديثة الطراز بفعل قذائف التوربيد. خلال أقل من 2 ساعة أغرقت 1 من السفن الحربية الأكثر تطوراً. خسر موكب فورسيت سفينة برنس أوف ويلز وسفينة أخرى من مجموعة HNS ريبولز. مات 48 بحاراً بريطانياً، وتغيرت الحروب البحرية إلى الأبد. لم تغرق سفينة حربية بهجوم جوي في البحر، وهذا معلم في تاريخ البحرية. حددت هذه الهزيمة بداية نهاية الإمبراطورية البريطانية في الشرق، في حين أن اليابانيين كانوا قد بدأوا للتو. ما الذي سنتعلمه من حجم طموح اليابان من سفينة مفقودة تبعد أكثر من 4800 كيلومتر عن اليابان؟ غواص البعثة ماك ماكارثي يتحقق من حطام السفن في المحيط الهادئ منذ عقود. كشفت السجلات الحربية أن الغواصة اليابانية A-124 غرقت قبالة ساحل أستراليا، وهو يريد أن يجدها. حملته مهمته إلى شمال أستراليا، إلى مقبرة حرب ومنطقة محظورة منذ عام 76. لدي رغبة شخصية لأراها لما تحمله من غموض. في عام 88 حصل ماك على إذن في استكشاف الموقع. كانت المشكلة حينها أن أجهزة تحديد الموقع لم تكن جيدة، لذا كان تحديد مكان الحطام صعباً. نشر الطاقم جهاز مسح صوتي جانبي. ستبدأون برؤية هذه الأشكال البارزة بوضوح، والتي تعد لحظة مجيدة. انظروا إلى هذا، يا للهول! هل ترى هذا؟ أجل. حدد ماك وفريقه شكل غواصتهم الغارقة، ثم أنزلوا مركبة تحكم عن بعد تعمل تحت الماء. لقد كنا جميعاً مجتمعين حول الشاشة، رأيناها تنزل، وراقبنا البوصلة وما يوجد في الأمام، ومن ثم ظهرت الغواصة. كانت الغواصة متضررة، لكن هذه هي الغواصة المفقودة؟ لنكتشف ذلك يمكننا أن نفرغ بحر تيمور من المياه. ظهرت الغواصة. يظهر بوضوح سلاح من عيار 13 سنتيمترا، كما يظهر برج القيادة علامات أضرار من هجوم معاد. لابد أنها ضربت بقوة مراراً. ويوجد المزيد، فالعلامات واضحة على البرج. إنها الغواصة اليابانية I-124. تعد الغواصات أسلحة التسلل البحري الأسمى، فمن الصعب كشفها عندما تغوص. لكن ثمة ما كشف هذه الغواصة. المؤرخ البحري الأسترالي توم لويس يحاول اكتشاف ما كانت تفعله الغواصة هنا. وجد مخططات تطابق مواصفات الغواصة الغارقة. هنا نجد أنابيب توربيد وخزانات ومحركات ديزل، إضافة لمدخرات كهربائية، وسنظن أنها غواصة ألمانية تعود للحرب العالمية الأولى. إذن أخذت اليابان الخطط من غواصة ألمانية وقلدتها. لكنها لا تطابق الغواصة الألمانية،
فقد أخذ اليابانيون التصميم وطوروه ليعطوا الغواصة دوراً جديداً. هذه لزرع الألغام وتصميمها مختلف عن الغواصات في الحربين العالميتين، فالألغام أكبر من النوع المتوسط. يصممون لغماً كبيراً ويوزعوه فيصبح بفعالية أكبر. I-124 هي إحدى الغواصات اليابانية الأربع الزارعة للألغام. طولها 85 متراً، تحمل ما يزيد عن 75 رجلاً، مسلحة بقذائف التوربيد وسلاح سطح سفينة، وتحمل 42 لغماً بحرياً. هذا الكتاب مهم لإيجاد الحطام، يجب الاحتفاظ به. إذن ماذا كانت الغواصة تفعل هنا؟ وجد ماك ماكارثي خريطة تفصل التحركات الحربية لزارعات الألغام اليابانية. تظهر السجلات اليابانية تحركات هذه الغواصات في ساحل أستراليا الشمالي وقربها من الساحل أيضاً. استهدفت الغواصات اليابانية طريق الإمدادات بين شمال أستراليا والهند الشرقية الهولندية. هذه الغواصات يجب ألا تكشف. إذن كيف جعلت من نفسها هدفاً؟ قبالة ساحل شمال أستراليا، وجد الغواص ماك ماكارثي غواصة يابانية تعود للحرب العالمية الثانية. ونظرة أقرب إلى الحطام تكشف شيئاً غير عادي. فجرت وفتحت بوابات في هيكل الغواصة، وفي مكان آخر في قاع البحر ثمة شيء غريب، أشياء تبدو كبراميل نفط والتي تعد أسلحة مدمرة للغواصات. إنها قذائف أعماق. تزرع قذائف الأعماق حين ترصد غواصة ما. وحالما تغرق القذائف إلى العمق المحدد تنفجر. قد تغرق موجات الصدمات الغواصة، ولا بد أن هذه الغواصة رصدت وضربت بشدة. لكن كيف عرف العدو بمكان هذه الغواصة؟ في يناير عام 42 أرسلت الغواصة رسالة اعتيادية استلمتها استخبارات الحلفاء، وفي اليوم التالي نبههم هجوم على سفينة أمريكية من وجود غواصة يابانية. فانطلقت الغواصة الأسترالية ديلورين المدججة بقذائف الأعماق للبحث عنها. الغواصات الألمانية واليابانية متشابهة، إلا أن أساليبها مختلفة. فالألمان استهدفوا سفن شحن تجارية، في حين أن اليابانية كانت تهاجم فرق عمل الحلفاء. كانت طريقة اليابانيين في استخدام الغواصات مهلكة، فهاجموا السفن الحربية، وهذا غريب جداً. عندما رصدت غواصة ديلورين توربيداً، أطلقت النار عليه. للمرة الأولى كانت القوات البحرية اليابانية طموحة، تمكن ذلك غواصة ديلورين من تحديد مكان الغواصة ثم مهاجمتها. باستخدام دليل من السجلات التاريخية وحطام السفينة، يمكننا تصور الساعات الأخيرة لغواصة I-124. كانت الغواصة تزرع الألغام في ممر الحلفاء البحري، فنبهت استخبارات الحلفاء غواصة ديلورين إلى وجود غواصة، لكنها لم تجدها. فرأت غواصة I-124 السفينة الحربية الأسترالية وهاجمتها، لكن التورديد أخطأها قليلاً، فتنبهت غواصة ديلورين إلى موقع الغواصة. لقد استخدموا سفينة حربية حديثة مصممة لتدمير الغواصات. هاجم كاشف الألغام الغواصة فوراً. أين كانوا ذاهبين؟ فحالما
حاصروها تمكنوا من رؤية المكان القادمة منه. إن هذا موقف انتحاري. تعرضت الغواصة إلى ضربة تلو الأخرى من قاذفات الأعماق، وبعد ثوان انفجرت الحجرات وغرقت نحو الأعماق. كانت أول غواصة يابانية تغرقها البحرية الأسترالية في الحرب العالمية الثانية. لم يكن هنالك ناجين. بالرغم من تقنيتهم المتطورة، إلا أن استراتيجية اليابانيين في استخدام الغواصات كلفتهم الكثير. دل حطام الغواصة اليابانية على أن اليابانيين جلبوا الحرب إلى أستراليا الشمالية، فهم سيعودون وبقوة صادمة. عالما الآثار البحرية ديفيد ستاينبرغ وسيلفانو يونغ يقودان بعثة غوص في مرفأ داروين في أستراليا الشمالية ليحققا في أكبر هجوم على الأراضي الأسترالية. التحذير الوحيد هنا هو طائرة دون طيار، إذ ثمة قرابة 200 طائرة يابانية تجوب داروين وتمشط المرفأ. ثم استهدفوا البلدة بحد ذاتها، فغرقت 9 سفن بحرية وخلفوا مئات القتلى والجرحى. كان الهجوم ضخماً وكان مدمراً وساحقاً وبقي في ذاكرة الناس. أعتقد أن مرفأ داروين هو النسخة الأسترالية من مرفأ بير. ديفيد وسيلفانو يبحثان عن دليل ما كي يفهما سبب كون الهجوم ناجحاً ومميتاً. ها هي. سنبحث عن أي ضرر قد تسبب به الهجوم في 9 فبراير من عام 42. نحن ننزل. الصف الأيسر 0918. أنا فوقه تماماً. أجل، اسبح حول الحطام وحاول أن تعرف أين أنت. يبدو لدينا هيكل هنا. لكن لا يكشف الغوص وحده الكثير. لذا باستخدام بيانات استطلاع ديفيد وسيلفانو يمكننا أن نرى أرض مرفأ داروين بوضوح. لكن الحطام ليس لسفينة بل لطائرة. طلاؤها المموه يدل على أنها حربية وليست مدنية. سماتها تساعد ديفيد في التعرف عليها. إنها الطائرة كاتالينا. كاتالينا هي طائرة مائية حليفة، واستخدمت للمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية. كانت كاتالينا ضرورية من أجل مجهود الحلفاء الحربي، فالطريقة الوحيدة لإيجاد العدو في البحر كانت العيون فقط. لدينا بعض الصفائح الطويلة. هل تبدو هذه الصفيحة محروقة؟ إنها كذلك. إنها محروقة. هذا دليل على اندلاع حريق. هذا ضرر ناتج عن الحريق الذي أدى إلى خسارة الطائرة. إذن ما سبب هذا الحريق الذي أغرق طائرة كاتالينا؟ أترى هذا بوضوح؟ يوجد أضرار أخرى أيضاً. أضرار استخدام الرشاشات. عند العودة إلى الحطام وجدنا المزيد من الأدلة، إذ ثمة آثار أخرى لإطلاق نار، وتحت نافذة الطيار ثمة شيء آخر، ثقوب أكبر.
علامات تروي ما حدث. الضرر بسبب مدفع من عيار 20 مليمتر، مما يشير لطائرة مقاتلة معينة، طائرة بتصميم مذهل، وهي عنصر هام في آلية اليابان الحربية، طائرة زيرو. مشوق جداً. كانت عملية استقصاء، فكان هناك طائرات زيرو تهبط وتمشط المنطقة بشكل كامل. ميتسوبيشي A6M أو زيرو هي طائرة مقاتلة قادرة على الانطلاق من حاملات طائرات، تحمل زوج رشاشات من عيار 7.7 مليمتر ومدفعاً من عيار 20 مليمتر في كل جناح، وتتمتع بمدى ليس له مثيل يزيد عن 2400 كيلومتر. زيرو طائرة يابانية مقاتلة شهيرة، إنها بمثابة سبت فاير للبريطانيين. هاجمت اليابان داروين بأفضل طائراتها، وثمة دليل جديد يقبع تحت مياه المرفأ يكشف عن وسيلة سرية تضمن النجاح تقريباً. وجد ديفيد ستاينبرغ وسيلفانو يونغ طائرة في ميناء داروين، والآن يوسعان نطاق بحثهما. ويجدان طائرتين أيضاً من نوع كاتالينا. إن مسح مواقع الطائرات الثلاث يكشف أنها مرتبة في صف. لا يعقل أنها تحطمت بهذه الطريقة، بل لابد أنها كانت راسية وقت حدوث الهجوم. ثمة دليل على الطائرة كاتالينا يسلط الضوء على أساليب اليابانيين في صباح فبراير ذاك. تجمع الضرر كله على جهات واحدة يدل على شيء ما. ثقوب الرصاص على الجانب الشمالي فقط تدل على أن جهة الهجوم لم تأتي من البحر بل من اليابسة. الهجوم من الشمال عند اليابسة الأسترالية الرئيسة سيفاجئ الحلفاء، ويعتقد توم لويس أن هجوم اليابانيين صباحاً قد منحهم ميزة أخرى. تعددت أسباب هجومهم من الجنوب، أولاً لأن الشمس كانت خلفهم، وهذا الأمر جيد لأنه سيعمي المدافعين وسيمنحهم عنصر المفاجأة. في وقت الهجوم كانت داروين بلدة صغيرة فيها 2000 مواطن، رغم أن حجم داروين يقلل من أهميتها، إلا أن موقعها مثالي لإطلاق طائرات المراقبة مثل كاتالينا. يكتشف ديفيد وسيلفانو أشياء جديدة خلال متابعتهما البحث، وقد وجدا حطاماً آخر، سفينة كبيرة اختفى جزء كبير منها وتناثر خلال عقود، لكن بقي منها ما يكفي ليظهر نوعها، إنها سفينة نقل بضائع. نلاحظ وجود شاحنات ودراجات نارية وذخائر، ويوجد أقنعة واقية من الغازات وقذائف هاو ومعدات حربية. وأصبحت أهمية مرفأ داروين واضحة، فهو مركز وصل لإمدادات الحلفاء وقاعدة للسفن ومركز لنقل الذخائر البحرية وإمدادات أخرى. الآن يمكننا فهم ما حصل بالضبط في مرفأ داروين. أطلقت 188 طائرة يابانية نحو الشمال لمسافة 320 كيلومتراً، لكن بدلاً من أن تتجه نحو داروين اتجهت الطائرات نحو الشرق ودارت حول البلدة. أرادت أن تهاجم مرفأ داروين من الشمال.
كانوا سيرون الطائرات تتجه نحوهم وتقطع الشاطئ هناك. لم يكن الأستراليون مستعدين، وكان دفاع البلدة ضعيفاً أمام هجوم جوي. كانت طائرات كاتالينا هدفاً سهلاً لطائرات زيرو التي تهاجم محمية بوهج الشمس. هاجم الطيارون وأطلقوا قوة أسلحتهم بالكامل، فاستخدموا الرشاشات ضد الطائرات الراسية. ثم وصلت دفعة أخرى من الطائرات، وكانت قاذفات قنابل على ارتفاع شاهق. اجتاحت الفوضى المكان كله. قاموا بتدمير 30 طائرة حربية وتسع سفن كانت راسية في المرفأ. كانت الفوضى عارمة، فسفن تحترق وأخرى تغرق وجثث تحت الماء. أصبح داروين غير فعال كميناء يقدم الدعم. استخدم اليابانيون تقنيات وأساليب ذكية ضد عدو غافل وغير مستعد، وأعيقت سلسلة إمدادات الحلفاء في المحيط الهادئ. ومع هذا انتشرت موجة الصدمات في العاصمة واشنطن وفي لندن. كان الحلفاء مصعوقين بمستوى سرعة انتصارات اليابان، إذ قبل تفجير داروين بأيام استولى اليابانيون على معقل البريطانيين في سنغافورة، وأصبح هدف اليابان هو جافا في الهند الشرقية الهولندية المعروفة باسم أندونيسيا. حشدت البحرية الإمبراطورية أسطولاً للسيطرة على حقول النفط. جاهد الحلفاء لمنعهم وجمعوا قوة تتضمن إحدى أشهر السفن الحربية الأسترالية، وهي HMAS Perth. يبلغ طول السفينة 168 متراً، أي ضعف طول تمثال الحرية. صممت لتكون سريعة بسرعة 22 عقدة. سلحت بأربعين سلاحاً واعتبرت خصماً مرعباً. لكن الأسطول التابع له لم يكن مستعداً لما سيحصل. كان هنالك قوة من طرادات ومدمرات من أربعة بلدان: أستراليا، بريطانيا، الولايات المتحدة وهولندا. لذا كانت سفن راج وتاج وبوبتيل ضد البحرية اليابانية المدربة والمتحفزة. التقى الأسطولان في معركة بحر جافا. لم يحظى الحلفاء بفرصة للفوز، فخسروا خمس سفن بالإضافة إلى 2300 ضحية. لم يكن هناك مبدأ أو نظام تنبيه مشترك. لقد تحول الأمر إلى فوضى عارمة. هرب طرادان للحلفاء بحثاً عن ملجأ على ساحل جافا، وهما الطراد الأمريكي اس اس هوستن وبيرث. قيل لهما لا يوجد قوى يابانية في الجوار ويمكنهما العبور بأمان. لكن بعد هربهما في بحر جافا ب48 ساعة اختفت سفينة بيرث. الغواص أندرو فوك والقبطان فيدارس كوغلي يقودان بعثة للكشف عن مصير السفينة الحربية الأسترالية. آخر موقع لها في مضيق الصوندا، وهو معبر مائي بين جزيرتي جافا وسومطرا. سنمسح المنطقة. يمسح أندرو المنطقة. دعونا نرى النتائج. وفي النهاية كشف المسبار الصوتي شيئاً واعداً. تكمن الإثارة لإيجاد حطام جديد، إذ تجهلون ما ستجدونه. غاص الفريق و
ووجد حطاماً كبيراً. وبينما تنحسر المياه نرى ولأول مرة سفينة كبيرة مستلقية على جانبها الأيسر وتحوي 4 أبراج أسلحة واضحة وعدة حفر غائرة في هيكلها. إنها بيرث بكل تأكيد. الأسلحة على أحد الأبراج مصوبة نحو الأسفل، ومناء الرؤية على نصفي البرجين مفتوحين. كانت هذه الأسلحة عملية وأطلقت النيران حتى النهاية. لم تسقط السفينة دون قتال. أندرو وفيدار يتفحصان حطام سفينة بيرث، والجهة اليمنى المكشوفة من هيكل السفينة تظهر عدة حفر غائرة، وتحتها وجدا شيئاً آخر. لقد تعرضت لضرر كبير بفعل توربيد خلف القوس تماماً، وكان بإمكاننا السباحة عبر الحفرة من جهة لأخرى. باستخدام البيانات نكشف عن شيء من المستحيل أن نراه عن طريق الغوص فقط. ثمة حفرتان أكبر على الجانب المقابل. تعرضت بيرث لهجوم من كلتا الجهتين، وأحد المهاجمين ضرب السفينة بشيء قوي جداً. توربيد عادي لن يحدث مثل هذا الضرر الكبير. تدل السجلات الحربية على أن السبب كان شيئاً قد نشر الدمار في بحر جافا. إنه السلاح الياباني العجائبي، التوربيد ذو الحربة الطويلة. هذا التوربيد كان الأكثر فعالية في العالم، ولا تملك القوات البحرية الغربية أي فكرة عنه. كان أسرع من أي شيء يطفو في ذلك الوقت. كان للتوربيد رأس حربي كبير يعبئ حوالي ضعف حمولة التوربيد العادي، ويتمتع بنطاق يصل إلى 37 كيلومتراً. يستخدم في داخله نظام دفع ثوري لا يترك أثراً من الفقاعات. يسير التوربيد العادي في هواء مضغوط، مما يعني تشكيل الفقاعات، فيترك أثراً في المياه يمكن رؤيته من بعيد، فرؤيته ممكنة. إن لم تروا التوربيد فكيف ستتفادوه؟ الإجابة هي أنكم لن تفعلوا. قدرته على مهاجمة السفن من بعيد دون أن يلاحظ تعني أن بإمكان اليابانيين أن يهاجموا الحلفاء ويحافظوا على سفنهم خارج الخطر. من سوء حظ سفينة بيرث أنها هربت من أسطول ياباني ثم أبحرت دون قصد في مسار الأسطول الثاني. لم يدركوا أنهم يسيرون نحو قوات يابانية رئيسية. يمكننا الآن أن نفهم الساعات الأخيرة لسفينة بيرث. في بحر جافا قضى الحلفاء على اليابانيين، وخلال المعركة سددوا لهم ضربة قوية، فهربت بيرث. قيل لهم إن مضيق سوندا آمن، فتوجه القبطان نحو قبالة ساحل جافا، لكن رصدتها مدمرة يابانية، وبعد دقائق اقتربت منها 3 مجموعات من السفن المدمرة، وأصابتها رشقات من قذائف التوربيد من كل الجهات. واستعد اليابانيون لهزيمتها. كان بإمكانهم تركيز قوة من قذائف توربيد ذات حراب طويلة ضد سفن الحلفاء. ربما أصيب الجانب الأيسر بقذيفتي توربيد ذات حراب طويلة وسببتا تفجيراً كبيراً،
من الصعب مواجهة توربيدات لا يمكنك رؤيتها. غرقت بيرث بعد 8 دقائق، ومعها 375 بحاراً. هذا فوز آخر للقوات البحرية اليابانية. في اليوم التالي بدأ الأسطول الياباني هجومه على جزيرة جافا بعد يوم واحد من الخطة الأساسية. مع تأجيل غزو بحر جافا ليوم واحد وتكبد خسائر كبيرة، تعد هذه أكبر الكوارث في تاريخ البحرية. أزهقت آلاف أرواح الحلفاء في المنطقة ب3 أيام فقط، لكن اليوم لم يتبقى سوى حطام سفينة بيرث وعدة سفن أخرى أغرقها اليابانيون. فقد واجهت هذه السفن عدواً أكثر عصرية. تم تمزيق الحطام بطريقة غير شرعية للحصول على معادنها. ينتزع المعدن بالنزول حتى قمة الحطام ويخترقه ويمسك به ويمزق المعادن قطعة قطعة بهذا الشكل. في الواقع لا يوجد حطام، وكأنه رفع من القاع. ما تبقى من حطام يعد تذكيراً للأشهر الصادمة الأولى لحرب المحيط الهادئ، وللثمن الذي دفعه الحلفاء مقابل ثقتهم المفرطة. كان هنالك نزعة للاستهانة باليابانيين. شجع اليابانيون بشدة ذلك الاعتقاد الخاطئ لدى الدول الغربية، لأنهم لم يريدوا إعلامهم بمدى التطور الذي وصلوا إليه. بعد 3 أشهر على حادثة مرفأ بيرل، وصلت اليابان إلى ذروة قوتها بامتلاكها تقنيات واستراتيجيات متفوقة سيطرت على المنطقة بأكملها. وقد استغرق الحلفاء 3 سنوات مميتة للتغلب على عدو استهانوا به كثيراً.